والمنظمات الدولية المشاركة في تنظيم هذا الحدث في أهل مدينة نصر، والهدف أو السبب اللي خلى النادي الأهلي حريص على المشاركة وعلى استضافة وتنظيم هذه الاحتفالية؟ خليني اخد مع حضرتك استاذ محمد من البدايه. وفقا لبرنامج عائله النادي الاهلي، الموضوع متفقاً من قبل الكابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي في اعاده الدور المجتمعي للنادي الاهلي على الساحه المصريه والساحه الرياضيه، واحتفالا برئاسه مصر الاتحاد الافريقي هذا العام، وعلى هامش بطوله الامم الافريقيه 2019 المصمم بمصر. في دعوه وكيعت النادي الاهلي لاستضافه اليوم العالمي لمكافحه عمل الاطفال، رحب بيها مجلس اداره النادي الاهلي. تواجد الدكتور محمد سراج الدين موجود معانا هنا النهارده، جامعين جميع الاطفال من على مستوى الدول الافريقيه، ومشاركه من اليونيسيف والامم المتحده لتوعيه المهاجرين، وايضا لجنه مكافحه عمل الاطفال. دعوه وجهت واقيمت مباريات احتفاليه هنا في ملاعب الناشئين بالنادي الاهلي، هي مقسمه لما ثمان فرق، كل مجموعه اربع فرق. اقيم في البدايه القى الدكتور محمد دين كلمه افتتاحيه لهذا اليوم، رحب بالجميع في النادي الاهلي. تواجد افراد من منظمه الامم المتحده ولجنه توعيه المهاجرين، القوا الكلمه ووجهوا ان هم تم اختيار النادي الاهلي لقيمه ومكان اسم النادي الاهلي، واللي دايما النادي الاهلي بيكون سباق في الاستجابه لاي دعوه سواء على المستوى الرياضي او على المستوى المجتمعي. زي ما قلت لحضرتك الدكتور محمد سراج الدين متواجد من مجلس اداره النادي الاهلي، ايضا الاستاذ طارق قنديل، الكابتن خالد بيبو. النقطه المهمه كمان زميلي محمد، يعني انا اسال حضرتك، عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. النادي الاهلي فعلا عيله، يعني كل جزء في النادي الاهلي بيدي لك ايحاء العيله. النهارده الامر خاص بلجنه الطفل، شايفين لجنه اللجان كلها الخاصه بالنادي الاهلي، وجود الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجان، وجود لجنه الشباب، لجنه الطفل، لجنه المراه، لجنه الرواد، الجميع بيشارك في الحدث وليس قاصرا فقط على لجنه الطفل، ودي نقطه مهمه جدا لازم نشيد بيها يا استاذ محمد. طيب عظيم، احنا بنتكلم عن، واضح من كلامك كمان الزميل العزيز فاروق صلاح، انه النادي الاهلي بيعتزم المشاركه واستضافه وتنظيم والشراكه مع اكثر من جهه محليه ودوليه في الفتره الجايه في احداث كثيره جدا مشابهه، لانه في تاكيدات من الكابتن الخطيب ومن مجلس اداره النادي باكمله ان النادي الاهلي لابد ان يكون له بما له من شعبيه وتاريخ وعطاء وانجازات، كل هذه العوامل بتخلي النادي الاهلي عليه مسؤوليه كبيره تجاه المجتمع المصري وتجاه المواطن المصري بشكل عام، وطبعا بشكل خاص تجاه الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في كل مكان. واضح ان هيبقى فيه اهتمام وتركيز على المشاركه المجتمعيه في الفتره الجايه. بالظبط يا استاذ محمد، يعني ناخد من كلام حضرتك، النادي الاهلي كان سباق ايضا انه بيشارك ايضا في دعم ويوم اليتيم، وايضا الايفنت اللي كان نظم بوكاله تاتوك لمنظمه للاطفال الايتام سواء في مصر او في سوريا، ايضا تكريم امهات الشهداء، والنهارده بنشوف مكافحه عمل وتقديم عمل الاطفال ومشاركه فعاله للنادي الاهلي. يعني انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه، الكابتن محمود الخطيب وضع في برنامج عائله النادي الاهلي اللي احنا بنفتح كلنا صفحاته صفحه صفحه، هتلاقي كل الامور اللي بتحدث داخل اطار النادي الاهلي هي تم الحديث عنها مسبقا في برنامج عائله النادي الاهلي. انما لازم اعيد مره اخرى الدور الاجتماعي والدور المجتمعي، الدور الوطني للنادي الاهلي. ايضا النقطه المهمه جدا حاله التوافق، وان النادي الاهلي بيسير في خط متفقين مع الدوله المصريه، ودورها ان هو يكون النادي الاهلي طبعا ليه القيمه والمكانه والرياده، ان النادي الاهلي يكون ان هو الايد اللي بتساعد الدوله المصريه في الدور المجتمعي، واحتفالا زي ما قلنا برئاسه مصر للاتحاد الافريقي، وايضا على هامش كاس الامم الافريقيه دور النادي الاهلي، وان النادي الاهلي يكون متواجد ويقدم الخدمه سواء على المستوى الرياضي او المستوى المجتمعي، امر طبعا بيحسب زي ما حضرتك قلت للنادي الاهلي وللقامات الموجوده في النادي الاهلي.
بشكرك جدا على المشاركة معنا هاتفيا الزميل فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي ومتابعته لهذا الحدث ولتفاصيل هذه الاحتفالية المقامة في أهلي مدينة نصر. إن شاء الله زي ما قلنا